الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأفضلان على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتابع معا هذه السلسلة في الشرح الموجز لحكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى وسائر علماء الإسلام السابقين إلى الله. وصلنا إلى الحكمة 12، وهي قول المؤلف عليه رحمه الله: ما نفع القلب مثل عزلة يدخل فيها ميدان فكرة. ما نفع القلب؟ القلب أيها الإخوة هو المعول عليه، إذ هو محل نظر الله عز وجل، وفيه كل ما يجري على الإنسان من المشاعر والأحاسيس والمعارف واللطائف والتجليات التي يتذوقها الإنسان في دينه وإيمانه. وكلنا يبحث عن منافعه، يبحث عن إحيائه، يبحث عن بقائه في حيوية وفي نشاط، هذا شأن الصادق مع الله. أما الاهتمام في الأجسام وإن كان مطلوبا وهو واجب علينا، إلا أن هذا لا يغني عن هذا. كيف ننفع قلوبنا؟ يقول لنا ابن عطاء الله: ما نفع القلب مثل عزلة، انفراد، خلوة، يدخل فيها ميدان فكرة، يتفكر. هذه الحكمة يا إخوتي لها ارتباط بالسابقة: ادفن نفسك في أرض الخمول. إذ السابقة أيها الإخوة يدعون فيها المؤلف للدخول في مرحلة زمنية لا بد لنا منها جميعا حتى تستقيم أمورنا العلمية والعملية والأخلاقية، وذلك بالابتعاد عن الشهرة والأضواء لفترة محدودة تكون بمثابة الإعداد المنظم للذات، والخضوع العملي في تربة الصلاح قبل أن نخرج للإصلاح، والعمل بالعلم قبل الدعوة إليه، وهي مرحلة يحتاجها الجميع، لكنها بأمس الحاجة إليها من أهل الدعوة والعلم. اللهم سلم يا رب. إذن تلك الحكمة أيها الإخوة، الإمام ابن عطاء يقول لنا لابد أن نستمر في مرحلة من الابتعاد عن الأضواء وتربية النفس بالعلم والعبادة والذكر والإقبال على الله والرياضات والمجاهدات حتى تستقيم الأحوال، نخرج إلى الناس وننصح. تلك بشكل عام مبدأ. نعم. أما هذه والله تعالى أعلم أشبه ما تكون بوظيفة يومية أو شبه يومية يتعاهد الإنسان المؤمن قلبه. ماذا دخل في هذا القلب؟ وهذا العمل كما ذكر رحمه الله من أنفع الأعمال في إحياء القلوب وتنشيطها، وهو أشبه ما يعرف اليوم بالفلترة والتنظيف اليومي. البيت أيها الإخوة إذا لم تقم صاحبته الزوجة أو الخادمة صيانته، فماذا يحصل له؟ لابد أن تتكاثر عليه الأوساخ. كذلك السيارة، وللقلب الحظ الأوفى من هذا ينبغي أن يكون. وهذه الحكمة أيها الإخوة في الواقع ما هي إلا استجابة لدعوة نبوية شريفة أمرنا بها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث. قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت،
والأحمق من اتبع نفسه من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وهذا حديث حسن. الكيس أي الفطن الموفق الصادق، من دان نفسه أي حاسبها وفتش عن عيوبها وخفاياها وعمل لما بعد الموت عملا خالصا سائغا للحق راضيا مرضيا بعيدا عن الرياء والسمعة والعجب وغير ذلك من آفات القلوب. أما الصنف الثاني فهو الذي يرضى عن نفسه والعياذ بالله ويتبع هواها. ومعلوم أن الإنسان يا إخوة متى رضي عن نفسه فهو متبع لهواها لا محالة، ومتى خالفها وفقه الله لكشف عيوبها. وهذا ما لخصه الأولياء فقالوا ماذا؟ الرضا عن النفس من أقبح القبائح، من أقبح القبائح الرضا عن النفس. وهذا الذي يوصي به ابن عطاء الله من هذه الساعة، ساعة التفكر والتأمل والمحاسبة والمشارطة للنفس، ركن من أركان الطريق. تعلمون أن الطريق يقوم على 4 أركان: على العلم والذكر والمجاهدة والمحبة. فإذا لم يكن للإنسان مجاهدة فكيف يكون له طريق؟ المجاهدة بدون محاسبة أمر فارغ، كيف ستجاهد إذا لم ترى لك عيبا ونقصا تحب أن تكمله؟ متى الإنسان رضي عن نفسه فإنه لا يفتش عن عيوبها. نعم أيها الإخوة، إذن ما نفع القلب مثل عزلة يدخل فيها ميدان فكرة، إنها وظيفة من أهم الوظائف التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الطويل. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر وصايا طويلة، منها: وعلى العاقل إن لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعة، أن تكون له ساعات، لاحظوا ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، دعاء تضرع وانكسار تذلل، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، يتأمل يتفكر، وهذه الساعة التي يدعون فيها ابن عطاء الله، وساعة يحاسب فيها نفسه قريبة. يعني ينبغي أن تكون هذه الساعة منها ما هو يتعلق بالتفكر العام، ومنها ما يتعلق بالتفكر في القلب وشؤونه وارتباطاته، وساعة يخلو فيها بحاجته من الحلال، ساعة يتفكر فيها. هذا ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يدعون به ابن عطاء الله ما هو إلا غرفة من بحر النبي صلى الله عليه وسلم. إن التفكر يا إخوة عبادة من أجل العبادات، قد ننساها لكثرة الأعمال وزحمة الأشغال، ولكن لا بد أن نعود ونمارسها حتى نتلافى تقصيرنا ونتلافى خللنا وعيبنا. قيل لأم الدرداء رضي الله عنها: ما كان أفضل عمل لأبي الدرداء رضي الله عنهما جميعا؟ فقالت: التفكر، التفكر. نعم إنه التفكر. وقال حسن البصري رحمه الله تعالى: التفكر مرآة تريك حسنك من قبيحك. التفكر ما هو؟ مرآة تريك حسنك من قبيحك، تماما كما نصنع يوميا عندما نخرج للناس. ألا ننظر في المرآة لنعلم هل الهيئة الخارجية سليمة وجميلة ومقبولة؟ طبعا هذا من السنة وليس فيه أي غضاضة، لكن هل نكتفي في النظر في المرآة الظاهرة لنزين ظواهرنا للناس وننسى المرآة الحقيقية وهي التفكر والتأمل والمحاسبة التي ينظر إليها رب الناس سبحانه وتعالى؟ أي النظرتين أولى أيها الإخوة، الأولى أم الثانية؟ كلاهما مطلوبتان بلا شك، ديننا يأمر بهذا ويأمر بهذا، ولكن النظر الذي أهملناه هو النظر إلى القلوب.
ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. أرأيتم يا إخوتي، إنها فضيلة كبيرة، ساعة نتأمل ونتفكر ونعتزل فيها عن الخلق. في هذه الساعة يعرف الإنسان فينا منا محاسنه فيحمد الله عليها ويقول الحمد لله الذي وفق وهدى، اللهم لك الحمد. ويعرف فيها أحدنا مساوئه فيتوب وينزع ويستغفر ويجاهد نفسه حتى تكتمل أحواله وتستقيم أموره على الشرع الشريف. وتحكى في هذا المقام حكاية طريفة عن واحد من بني إسرائيل كان عابدا يتعبد الله عز وجل لفترة طويلة من الزمن، ولكن لا ما كان يجد لذة العبادة ولا الأنس بها، ولا كان يجد ذوق العبادة، روح العبادة، جوهر العبادة. فتأمل ذات يوم في نفسه وبدأ يحاسبها، والتفت إلى نفسه وهو يقول لها: كل ذلك منك أيتها القاسية، كل ذلك منك أنت التي حجبتيني عن الله، وأنت وأنت. وبدأ يحاسب نفسه ويعاتبها، وإذا بالحق سبحانه وتعالى يوحي إلى نبي ذلك الزمان أن أخبر عبدنا فلان أن ساعته التي قضاها في آخر يوم مع نفسه يعاتبها خير من عبادة ما سبق من العبادات، قيل 20 سنة. انظروا. نعم، لأنه عرف داء، ومن عرف الداء عرف الدواء. نعم أيها الإخوة، وأختم لكم أيها الإخوة بقصة لعلكم سمعتموها، أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه كان يؤم الناس في زمن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت له أبيات ينشدها ويقولها بعد الصلاة، يصلي يدعو ربه ثم يقول هذه الأبيات. فلامه بعض الناس وعاتبه: ماذا تقول؟ فذهب إلى عمر بن الخطاب يشكوه ويقول له: إن لنا إماما كلما انتهى من صلاته تغنى. فقال: لا، لا بد أن أسمع. فذهب عمر إلى ذلك المسجد الذي يصلي فيه ذاك الإمام، وقال بعد أن انتهى من صلاته: رأى أمير المؤمنين. فقال: ما الذي جاء بك يا أمير المؤمنين؟ أنا أولى أن تأتي. فقال له عمر: لا عليك رضي الله عنه، لكن قل ما كنت تقول. فقال: ما هي إلا أبيات يا أمير المؤمنين أعاتب بها نفسي. فقال له عمر: قل. فقال هذا الإمام: وفؤادي كلما عاتبته في مدى الهجران يبغي تعبي، لا يراه الله إلا غافلا، في مدى الهجران يبغي تعبي، وفؤادي كلما عاتبته في مدى الهجران يبغي تعبي، لا يراه الله إلا لاهيا في تماديه فقد برح بي. يا قرين السوء ما هذا الصبا، فني العمر كذا في اللعب، نفسي لا كنت ولا كان الهوى، راقب الله وخافي وارهبي. نفسي لا كنت ولا كان الهوى، راقب الله وخافي وارهبي. وإذا بعمر ذاك الرجل صاحب القلب الرقيق يقول، يرد تلقائيا مع الإمام هذه الأبيات، ويقول: نفسي لا كنت ولا كان الهوى، راقب الله وخافي وارهبي. ثم التفت عمر إلى من شكاه، قال لهم: في هذا فليتغنى من أراد الغنى، في هذا فليتغنى من أراد الغنى. الأناشيد التي
فيها عتاب للنفس وحساب لها حقيقة، لكن ليس من أجل أن نقولها أمام الخلق ونتغنى بها هكذا رياء وسمعة. جلسة صادقة مع الذات، هذا كان يقولها لنفسه. لم تكن هذه الأمور موجودة في ذاك الوقت، إنما كان يقولها لنفسه، يحاسب بها نفسه محاسبة صادقة خالصة. فاللهم يا رب نسألك أن توقظ منا هذه القلوب، وأن ترزقنا هذه الخصلة الفضيلة أن نعمل بها وأن نطبقها ونحاسب بها أنفسنا. يا رب اجعل لنا حظا مما نسمع وحظا مما نقول، ولا تجعل ما نقوله وما نسمعه حجة علينا يوم القيامة. وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.